يعني حقيقة خلينا نتحدث بصراحة، كل الأطراف تبحث عن مصالحها. متى ما تحققت هذه المصالح في مكان معين أو في جهة معينة ستذهب هذه الأطراف إلى تلك المصالح. يعني اليوم ما نستثني طرف من طرف آخر. بنيت العملية السياسية على أساس المحاصصة الطائفية والحزبية، وهذا البناء طبعا أصبح عبارة عن كونكريت من مافيات اقتصادية ومن من من واردات يعني غير طبيعية تمتلكها بعض الأحزاب السياسية حديثة النشأة، حتى قسم من عدها. ولذلك هذه الأحزاب هي ما عندها استعداد أنه تضحي بوزارات أو حصتها من الوزارات أو بالسلطة التنفيذية لأجل كلمة اسمها الوطن أو لأجل تعبير اسمه بناء الدولة. بعدهم من منطقة المصالح، لا زالوا في منطقة المصالح. طيب هاي الصدمات القوية لهذه الكتلة الخرسانية اللي تفضلت جنابك وصفتها، هي المصالح الحزبية يعني اللي تفضلت به الآن، ما قاعد تقدر تزحزح هذا يعني اللي نشوفه اليوم؟ يبدو أنه أكو عملية هدم دا تصير لهذه الكتلة الخرسانية اللي هي محاصصة طائفية وحزبية ومصالح واقتصاديات وعقود كوميشنات إلى آخره. لو لا 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 لا، مع جل احتراماتي يعني بالعكس، يعني لا زالت هذه الكتلة الكونكريتية صامدة ولن تتأثر. ممكن أن تأتي عليها عواصف من الهواء ومن الماء ومن الرمال، لكن هذا ما راح يأثر عليها. ليش؟ شو نسميها سد نشوفها يومية، يعني دا يردون يمررون رئيس وزراء بالبرلمان ما مدى يمر، أي لأن محاصصة، هو ما يمر لأن محاصصة. مو لأنه أكو مشروع آخر موازي لا وطني؟ لا 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 لا، بعيد بعيدين عن الوطن. يعني قاعد أكتب إنشاء أنا، إحنا الوطن خليه على صفحة، بناء الدولة خلي نخليها على صفحة، المؤسسات خلي نخليها على صفحة، خلينا نتحدث في مجال الطائفية والمحاصصة. يعني هو هذا مواضيعنا الحقيقية، هاي منطقة الواقعية. هذا نيتش إعلاميات، ممكن نطلع بالإعلام إنشاء إنشاء نجمل نقول الوطن وكذا، والمتظاهرين يريدون وطن وإحنا نريد نبني دولة مؤسسة، هذا كله كلام إعلامي. واقع الحال هناك شيء يفرض أن هناك محاصصة. يعني اليوم أنا لا أملك شيء، أتي إلى السياسة وأتي إلى مجال معين، بعد سنة سنتين أنا صار عندي كذا مليار دينار عراقي، وبديت أبني لي إمبراطورية، وبديت أن أجيب لي مجموعة من الشخصيات اللي تعمل معايا، وبديت أفتح لي قناة فضائية، وبديت أن أسوي لي مصنع، وعموما وخارج العراق.